الحقيقه احنا عندنا وحده طب الرياض، الطب الرياضي احد يعني اجزاء هي علم النفس الرياضي، وجهت طبقا لهذا المفهوم مع اللجنه العلميه ان احنا نعد الكوادر البشريه للاستثمار فيها علشان يكون في المؤهل النفسي. دي كمان بقت احد الوظائف اللي موجوده في السوق، وهي جزء اقتصادي يعني في برضو مصدر دخل للشباب اللي مهتم بهذا الموضوع. الحقيقه الدوره المره دي كانت دوره كبيره وتقيله وفيها تخصصات من يعني متخصصين، لكن احنا ان شاء الله هنكمل معاهم علشان كل لاعب بيكون حواليه ومعاه المعد النفسي بتاعه، اخصائي التغذيه، كان هنعمل في البايوميكانكس او الميكانيكا الحيويه اللي فيها كمان بيبقى قياس لمعدلات الجسم وادائه بالنسبه للاداء الفني، الاسسمنت، يعني هنمشي بشكل كبير جدا على كل مفردات اعداد البطل ان شاء الله. الحقيقه الدوله هنا طبعا بتوجهات صريحه جدا ومباشره جدا من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ان كان في توجه ان لازم نهتم بالعلوم المرتبطه بتحقيق البطوله الرياضيه، وتاتي في مقدمه هذه العلوم علوم معينه منها علم النفس الرياضي، وده اللي خلانا نعمل الدورات ونعمل التوجهات اللي هو النهارده بنحتفل ببعض الخريجين في هذه الدورات. احنا نقدر نأهل اللعيب بتاعنا نفسيا عن طريق تطوير المهارات العقليه كلها، سواء ازاي يهدى، ازاي يخش في حاله استرخاء، ازاي يكون واثق في نفسه، ازاي يدير الضغوط، ازاي يبقى عنده تايم مانجمنت، ازاي يكون عنده اهداف. في معايير تم اختيار المعدين النفسيين في ضوئها، اتعملت مجموعه من الاختبارات. الاول كانوا لازم يبقوا خريجين تربيه رياضيه حاصلين على ماجستير او دكتوراه علم نفس رياضي متخصص، كمان لازم اجتازوا امتحانات نظريه في كميه المعلومات اللي عندهم علشان نقدر نحط خطه التدريب بتاعتهم. اتعمل المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي، وده لأول مرة. بالمعد ده بيغذي 27 محافظة من مراكز وزارة الشباب بالمعد النفسي، وبالتالي بنستكمل حلقة كانت مفقودة خالص في الإعداد النفسي للرياضيين. طبعا تم إعدادنا على عظماء من خلال العظماء ورواد علم النفس الرياضي، أستاذ دكتور عرب شمعون، وأستاذ دكتور مجد إسماعيل، وأستاذ دكتور أحمد صلاح، وأستاذ دكتور وائل رفاعي، وأستاذ دكتور وليد جبر، فدول رواد علم النفس الرياضي في مصر والوطن العربي. بيتم إعدادنا إن إحنا خدنا كورس مكثف في المهارات العقلية، أخدنا 6 مهارات عقلية، بداية من مهارات التدريب العقلي الأساسي، مهارات الاسترخاء والتصور العقلي وتركيز الانتباه، ومهارات الثقة بالنفس وبناء الأهداف والسيلف توك اللي هو الحديث الذاتي. ده كان الكورس المكثف اللي احنا تم إعدادنا من خلاله. دخلنا الأول اختبار مبدئي، كان عبارة عن اختبار نظري ومقابلة شخصية ومجموعة مقاييس، كان مقاييس نفسية. بعد ما اجتزنا المرحلة الأولى دي دخلنا الكورس نفسه، الكورس ده كان مدته أسبوع، خدنا فيه جانب نظري وجانب عملي أو تطبيقي، لأن احنا دراستنا كلها كانت بتتجنب الجانب النظري فقط وبتغفل الجانب التطبيقي، بس احنا في الكورس ده أخدنا الجانب التطبيقي بحاجات كتير قوي احنا كنا نغفل عنها يعني. وبعدين حصل لنا قياس بعدي أو اللي هو بيقيس مستوى التحصيل بتاعنا، اختبار نظري، مقابلة شخصية تاني، اختبار تطبيقي. احنا بنقول ان الرياضي بدا يدخل في منافسه رياضيه هنلاقيه بدا يحصل له مجموعه من الضغوطات، الضغوطات دي بتاثر على مستواه في الملعب، زي مثلا ان هو يتشتت، دي احد الحاجات اللي ممكن تكون نتيجه للضغوطات. طبعا انا بساعده ان هو يحسن من ثقته بنفسه، من الكنترول، ان هو يقدر ان هو يكون عنده ثقه في نفسه، كمان التزامه على المدى البعيد.